علاء رشاد، عمارة، مهندس إنتاج في شركة فيليكس بي فيلمز، موقوف عن العمل من يوم 19/8 بسبب كان يوم 28/2/2013 العمال قاموا بإيقاف خط الإنتاج نتيجة الزيادات طلعت متدنية جدا. نلاقي بعض الناس مديرين والمقربين من الإدارة بيزيدوا بالألف ونص والألفين والتلاتة، في حين بقية العمال مثلا 200 جنيه 250 وفي 100 جنيه. فطبعا العمال وقفوا الخط 3 ايام، الإدارة بعد كده وعملوا اعتصام وخصموا 3 ايام دول من أجور العاملين. فكان الإدارة بتقوم حاليا بتصفية العمال واحدة واحدة، بمعنى المديرين كل مدير بيشوف الناس اللي معاه اللي هي بتتكلم في حقوق العمال، زي بدل وجبة، بدل وردية، بدل مخاطر، وجود عربية طوارئ في المصنع. يعني احيانا بيبقى واحد أي عامل بيصاب مش لاقينا أي عربية تنقله خالص للمستشفى. فالناس ابتدت تتكلم في الموضوع ده، ابتدوا يعاقبوا الناس على ان هي بتتكلم، وقفوا حتى الآن جوابات إيقاف لثلاثة عن العمل، وبعد كده في 4 تانيين إيقاف، وبعد كده فصل لمدة شهرين. لسه حتى الآن يعني قاعدين في البيت منتظرين، كأننا منتظرين الموت لما نشوف هيحصل إيه. وهكذا الشركة بتعاقب الناس عشان بتتكلم في مجرد حقوقها بس. منتصر، محاسب بشركة النصر للتجفيف للتصنيع الحصرات الزراعية. بنتمنى من الصحافة أن تتبنى مشكلة شركة النصر، العمال اللي ليهم 5 شهور ما قبضوش رواتبهم غير شهر 9 اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، دخل مدارس، دخل عيد علينا، الناس ما كانتش لاقيه تجيب في شهر رمضان اللي فات. ربنا اعلم بالعمال كان ظروفهم ايه، ما كانوش لاقيين 2 جنيه يجيبوا بجنيه عيش وجنيه طعميه ولا جنيه عيش وجنيه فول. الغفر بتاع المصنع بنجيب لهم الشاي والسكر والمعسل عشان يقعدوا في المصنع. الناس المستثمرين اللي اشتروا الشركه ما لهمش ليهم مهمه الا بيع اصول الثابته للشركه، ما يهمهمش الناس. نتمنى من الصحافة أن تتبنى مشكلتنا على أساس هي منبر الحرية ومنبر الرأي وتحللنا مشكلتنا. وبنطالب بمحاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، وبنحاول بنطالب بمحاكمة رئيس مجلس الإدارة علي موسى اللي كان رئيس الغرفة التجارية سابقا، وبنطالب بتشريع يحمي حقوق العمال اللي تخصص الشركاتهم بأن يكون لهم نصيب في رأس مال الشركة ونصيب في الأصول الثابتة بعد ما تبهدلوا والناس اللي أخذت اللي دمرت اقتصاد مصر. بنطالب رجوع الحقوق لأهلها ورجوع الحقوق لأصحابها اللي عانوا، وبنطالب بوقف الخصخصة. ايه اللي استفادته مصر من الخصخصه غير ان مجموعه تحايلت على القانون وخدت حقوق وخدت اموال، اهدرت الاموال العامه واستحلت اموال الشعب واستحلت اموال الناس. محمد حامد من عمال اسمنت اسكندريه، ورئيس اللجنه النقابيه للعمال العاملين بصناعه الاسمنت، وطبعا من العمال المفصولين باسمنت اسكندريه من وقت فض الاعتصام. طبعا احنا اللي حصل معانا في شهر 2 يعني كارثه، وفي عهد مرسي وجه النظام الجديد قلنا هيجيب لنا حقنا، بس للاسف طبعا احنا لحد وقتنا هذا اكتر من 200 اسره مشردين، عمال تم تحويل عقودهم وقت ما كانوا شغالين بتهديد من امن الدوله، ولما جم طلبوا حقهم تم تحويل عقودهم من اسمنت اسكندريه، كانوا عقود اسمنت اسكندريه، وتم تحويل عقودهم من اسمنت اسكندريه لشركه توريد عماله، شركات من الباطن عشان يضيع حق العامل. طبعا احنا اللي حصل معانا في شهر 2 يعني حاجة يعني مهولة بتحصل مع العمال، واستمرت اليومين دول مع عمال السويس للصلب. تم فض اعتصامنا بالقوة لما طالبنا بحقنا، واتهمونا اتهامات باطلة باحتجاز الادارة والكلام ده طبعا كله كذب. طبعا لحد وقتنا هذا من شهر 2 احنا مشردين في الشارع، احنا وقصارنا معانا ناس ابتدت تشحت في الشوارع مش لاقيين ياكلوا. قعدنا مع السيد الوزير كمال ابو عيطة ومفيش اي حلول لحد وقتنا هذا. احنا بنطالب طبعا السيد رئيس الجمهوريه باصدار قرار بعوده العمال المفصوله. احمد السيد مع حضرتك من شركه كابو. احنا اللي بيحصل معانا نفس المسلسل بتاع فرجالة، نفس المسلسل بتاع هاي جرير، نفس المسلسل بتاع اي شركه. انت بتقف بتطلب حقك، بيقول عليك بلطجي، وبنفوز وبيثبت ده في الاسم في النيابه في اي حته، وتفوجئ ان في الفجر زوار الفجر بيزوروك، بتترن العلقه المظبوطه وبتطلع على الاسم انك بلطجي كسرت ودمرت والحكومه خرصه. انا توجهنا للسيد كمال ابو عيطه ورحنا له اكتر من مره، واتصل بينا الراجل المشكور اكتر من مره، بس يا اخي لو القوانين معجزاك سيبها، ارجع فوق اعناقنا تاني زي ما كنا بنشيلك، لو الكرسي غيرك ارجع فوق اعناقنا تاني.
انزل معانا جاهد بحقنا تاني، لكن ما تقفش ساكت قدام الاهانات اللي احنا بنتهانها. يعني ايه رئيس مجلس اداره يفصل 11 عامل لمجرد ان هم وقفوا يطالبوا بحق العمال ويتقال للعمال كده وجها لوجه؟ اللي هيفكر يعمل اي حاجه هيكون مصيره زي ال11. مستنظر ايه من العمال غير ان هم يقولوا السمع والطاعه؟ احنا خلاص يعني احنا راجعين اسكندريه وعارفين ان احنا في خلال يومين ثلاثه هنكون في السجن، زينا زي شركه الاسمنت بورتلاند، نفس اللي حصل معاها، نفس السيناريو بيتكلم معانا. رئيس المباحث بيبعت لك بيهددك بيقول لك خلي بالك امشي جوه الحيط، خلي بالك على نفسك شويه، وبتسمع ان قوه الشرطه جايه لك شويه، فردين ثلاثه من الشرطه تلاقيهم قاعدين جنب منك ومره واحده يحبسونا. محمد الشافعي من عمال مجموعه فرج الله. احنا جايين النهارده هنا في مؤتمر تشريد العمال في نقابه الصحفيين، جايين بنقول ان احنا طلعنا من بعد 30 يونيو اضعف من قبل 30 يونيو، لسه نفس السياسات موجوده، لسه العمال بتتضرب وبتتحبس، لسه القمع موجود، لسه التشريد موجود. عمال فرج الله اتحبسوا واتفصلوا من الشغل، عمال اسمنت اسكندريه اتضربوا في عهد خالد الازهري، عمال السويس والصلب في عهد كمال ابو عيطه اتضربوا والشرطه اقتحمت بيوتهم واغبروا على الاستقاله. احنا جايين هنا نقول ان احنا مش هنهدى ومش هيكون في سلم اجتماعي طول ما واحد قاعد على مكتبه بياخد مليون جنيه وعامل مش عشان صرخ وقال انا عايز 50 جنيه زياده او عايز اتثبت او عايز اتثبت في الشغل يتفصل ويقعد بالسنه وبالسنتين، حتى لو القضاء انصفه وعطاله حكم من محكمة. للأسف رجال الأعمال ما بينفذوش أي حكم من الأحكام ديت، يعني ديت حتى في كل دي قيم إنسانية موجودة في كل حتة. يعني العامل الهندي، العامل الهندي، كل العمال في جميع أنحاء العالم ما بيحصلش معهم كده إلا العامل المصري اللي بيتقدم كسلعة رخيصة لرجال الأعمال. محمد البشبيشي من شركة شبكات للغاز الطبيعي إحدى شركات نتجاز. الشركة هي عبارة بتنفذ لأعمال الغاز الطبيعي. طبعا احنا عددنا في الشركة حوالي بتاع 1200 عامل، تم بدأ الفصل فيهم من حوالي شهر 4 اللي فات، وبدأ فصل تعسفي بسبب ان هو بيدفعش ضرائب وتهرب من الضرائب وبيدفعش ضرائب للدولة. فبدأ ان هو صف، لان طبعا كان بيهرب، كان بيعمل الشركة، كان بيعمل الشركة وبيقعد 5 سنين وبغير اسمها، فبيتعافى من الضرائب، فجي ينفذ الكلام ده فما قدرش يعمله، فقال خلاص عن صف الايه؟ عن صف العمالة اللي موجودة عنده في الشركة. فبالفعل بدأ فعلا ان هو صف اللي عقده يخلص، العقود السنوية اللي عقده يخلص يعمل له تصفية وخلاص على كده. فمع ذلك اعتصمنا قدام وزارة البترول، لان طبعا الدولة بتتكلم على سياسة انهم يوصلوا 2 مليون عميل خلال السنة، ومع ذلك ال 15 شركة الموجودين في مصر ما يقدروش يعملوا العدد ده او الرقم ده، ما اتعملش قبل كده. ومنين ان انت المستثمر بيفصل الناس؟ بالفعل وزير البترول قال ان هو بالفعل ان هو مقابل ما هو هيديه شغل، مقابل ما هو بيديه شغل، مقابل ان ما هيشتغل الناس. فبالمستثمر بالفعل ما اعترفش بالكلام ده خالص، واعتصمنا قدام مجلس الوزراء شهر كامل بايتين على الرصيف.